إليه رجال مصر المخلصون من رجال القوات المسلحة وكذلك أيضا من رجال الشرطة. مشاهدينا، كما تابعنا الآن وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإكليل من الزهور على النصب التذكاري، ثم بعد ذلك سيرأس السيد الرئيس أيضا اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، ثم تبدأ بعد ذلك الاحتفالية بعرض فيلم عن إنجازات الشرطة المصرية خلال الفترة الأخيرة. بالفعل الشرطة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الداخلي أو فيما يتعلق أيضا بمكافحة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة.